كثير من الناس يرتكبون أخطاء في هذه الحياة وكلنا خطأ، لكن للأسف بعض هذه الأخطاء نهايتها إما السجن أو الذهاب إلى القصاص في أسوأ الأحوال. لذلك ندعو للتسامح والعفو بين الناس إذا كان فيه مجال عند أهل الدم وإمكانية. خلونا نأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك قدوة لنا جميعا. الكل يعرف ما مر به صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش سابقا قبل إسلامهم. في يوم فتح مكة قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، وهذا اندل يدل على فضل التسامح والعفو عند المقدرة، وهذا ما رأيناه في موقف العم نايف الشمري اللي عفى عن قاتل ابنه وضاح رحمه الله، وذلك بعد حضور أمير حائل الأمير عبد العزيز بن سعد آل سعود وشفاعته عند والد وضاح ليصفح عن قاتل ابنه. بالفعل عفى العم نايف لوجه الله تعالى. خلينا نشوف هذا المقطع ونرجع من تالي. جايينكم وندري الرجال حتى لو الأمر كبر تظل قدرة الرجال الحمد لله أكبر من أي تمر، ويعلم الله أني تاركن ورائي هلي في عزاهم وجاي لكم أنتم. الله يرحمه. واليوم يا طويل العمر في جاه كل طيب وجاه كل معروف وجاه كل أمر يذكر واللي عند الله عز وجل. احنا هاي نجينا مقدمين جاهنا ما فيها كلام، هذه منتهية الأمور الجاهة. واللي عند الله عز وجل أكبر وأعظم. ينضم لي عبر الاتصال المرئي من حائل العم نايف الشمري والد المرحوم وضاح رحمه الله، كذلك أيضا الأستاذ حمود الرضيمان اللي كان له دور كبير أيضا في الشفاعة من قبل أمير حائل سلمه الله. العم نايف أبو وضاح أحسن الله عزاك في ولدكم وولدنا وضاح، كلمني عن وضاح في البيت كيف كان، شلون كان الخبر جاكم يوم وفاته رحمه الله؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الله جانا الخبر يعني أبجعنا كثير والحمد لله على قضاء الله وقدره. قبل كم توفى وضاح الله يرحمه؟ قبل ثمان سنوات. نعم. كان في نية للصفح والعفو من قبلكم في البداية؟ لا ما فيها. طيب ما في عمل. يعني لما وصلك الأمير الله يسلمه وكان يتكلم معك قال كلام جدا يعني مؤثر في النفس، كان يقولك الأمير تركت عزا أهلي وجيتك يا أبو وضاح، وش كان وقع عليك أبو وضاح وانت تسمع كلام الأمير؟ وأمير حائل يعني من الناس اللي جدا طيب الخلق والمعشر وطيب في التعامل، كلمني لما جاك وقال لك هالكلام. والله جاني الأمير هو عزيز عندي وغالي غالي من أول، وبعد ما قال لي والله إن جايك من عزاء الحمد لله شفاعة الأمير ولو حق علينا الحمد لله تنزلنا لوجه الله، لا نبي لا مال ولا جاه ولا حلا الحمد لله. يعني لما كان يتكلم معك الأمير يعني كنت في ذيك الفترة بين أخذ ورد ممكن وممكن لا، لما عزمت أمرك وتوكلت على الله إيش كان رد فعل الأمير لما قلت له أنا عفيت لوجه الله سبحانه وتعالى لا أبي لا مال ولا أبي شيء؟ والله كلام الأمير هو اللي أثر عليه حتى احترمني جدا والحمد لله إلى أن ضمني على طول الأمير. أنا تنزلت طعامك لوجه الله وشفاعة الأمير وشيوخ القبائل والحمد لله على كل حال. يعني أهلك والمحيطين ردة فعلهم كيف كانت أبو وضاح؟ الناس كلهم بحائل وفي السعودية الكل وده يسمع منك، لأنه أنت الآن قدوة لنا جميعا والله، وأنت بيدك الآن أنك تسوي كل شيء وعفوت لوجه الله سبحانه وتعالى. كيف كانت ردة فعل اللي حولك أهلك؟ والله الحمد لله إن شاء الله تجاوزنا الشيء الصعب
والحمد لله، والحمد لله، كل الأمور إن شاء الله في أحسن إن شاء الله. أهلك واللي حولك ردة فعلهم كانت إيجابية بعد عفوك؟ نعم، الحمد لله، إي والله نعم. اللهم لك الحمد، أنت قدوة للكثير من الناس اللي عندهم مصايب زي هالمصايب وأقل منها، مو بقادر يتحمل وجزعان منها. الأخ حمود الرضيمان، أنت كنت يعني تتواصل مع أبو وضاح، كلمني لما بديت تتواصل معه كيف كان استقبالك في البداية؟ كيف كانت الأمور؟ أهلا وسهلا أخوي، حياك الله الله يسلمك. ومرحبا، وشكرا لك والقناة الإخبارية، الله يسلمك. أنا طال عمرك توثيق زي هالمواقف الإيجابية اللي يجب الحقيقة أن يحتذى بها. أنا أشهد. فأنا الحقيقة طال عمرك أولا حاب أشكر الله سبحانه وتعالى، هم سمو الأمير عبد العزيز أميرنا المحبوب، ونعم. الذي الحقيقة يعني يعجز اللسان عن وصف مكارم أخلاقه، والحقيقة الشكر موصول سعادة وكيله مرة منطقة حائل اللي كان له دور كبير جدا في هالموضوع هذا، الأخ عادل آل الشيخ جزاه الله خير، ونعم. والشكر موصول لأبو وضاح والأبناء والعائلته والوالده اللي الحقيقة يعني ضربوا أروع الأمثال مكارم الأخلاق. ترى احنا بحائل ما عندنا حاتم طائي واحد، عندنا حواتم وهذا واحد منهم، نعم الاخ نايف السعيدان طال عمرك، طبعا كل واحد اقول عياله غاليين عليه، والولد عنده يسوى الدنيا وما بها زي ما قال سمو الامير. صحيح. فالحقيقه عفو هذا يعني عرض عليه اقول 30 مليون ورفض طال عمرك ياخذ ريال واحد، قال انا متنازل لوجه الله سبحانه وتعالى في شفاعه الامير عبد العزيز. فالحقيقه يعني نايف حنا حقيقة نعتزه كثير جدا لأنه عفا لله سبحانه وتعالى وضرب أروع الأمثلة بالكرم الحقيقي، ترى هذا الكرم الحقيقي. أي أنا شفت. نعم، وهذا ما هو غريب حقيقة على أبناء منطقة حائل، ولعله طال عمرك يحتذى فيه مستقبلا بإذن الله تعالى. والله والله احنا وسمو يعني الأمير الله يطول لعمره أقول ترى يعني غالي عند الجميع، الأخ نايف يعني جيته من الشفاعات كثير جدا، أمراء قبيلة شمر وغير أمراء قبيلة شمر القبائل الأخرى ورجال أعمال طلبوا منه طال عمرك أقول الشفاعة، وقال أنا إذا كان أبشفع الأمير أن طال عمرك لأنه عزيز على قلب كل واحد من أبناء المنطقة. فقال إذا كان أنا طال عمرك أول ما أتكلم مع سمو الأمير، إذا بعطي سمو الأمير. الله أكبر. والحقيقة سمو الأمير جزاه الله خير كلف سعادة وكيل أمارة منطقة حائل، والفضل اللي ينسب لأهله حقيقة الأخ وكيل الأمارة عادل آل الشيخ كان له فضل كبير جدا طبعا حسب توجيهات سمو الأمير، ويشتغل مع الأخ نايف له سنة على هالموضوع هذا، والإخوان حقيقة يعني أقول أمراء القبائل الله يجزاهم خير. ورجال الأعمال كانوا يعملون من 3 سنوات، ولكن الأخ نايف أقول محبة سمو الأمير عبد العزيز وتقدير سمو الامير عبد العزيز واسره ال سعود كان كلام واحد واضح جدا من البدايه، لو ابى قابل انا رفض يقابل اي شخص، قال لو بقابل اقابل سمو الامير اولا. فالحقيقه يعني يشكر الله يجزاه ابو خير. وضاح جزاه الله خير وضرب اروع الامثله بالكرم، الحقيقه يعني شيء عمله شيء طيب جدا. أبو وضاح في ناس عندهم أقل من هالمصيبة وهالمصاب ولا تنازلوا، وأنت قدوة لنا جميعا، إيش اللي ممكن تقوله للناس أبو وضاح في هالمجال؟ العفو عند المقدرة قوة ترى، ما هو بضعف. والله العفو مهم جدا، وأنه يرتاح حتى ضميرك يرتاح وصدرك يرتاح، وأنا من يوم عفيت الله الحمد وأنا مرتاح الحمد لله. اللهم لك وأقول الاستعجال يعني المفروض أن ما في استعجال، الواحد يصلي استخارة ويشوف ما عند الله، اللي قدمه الله سبحانه وتعالى هو البركة. وانت يا ابو وضاح ما خذيت من الدنيا شيء، يعني ما خذيت مقابل اي شيء انك تعافي، انت قلت شفاعه الامير، واذا ممكن احدنا اشفع عشانه واسامح فهي على شفاعه الامير،
أنت ضربت مثل لنا جميعا يحتذى والله. أنت حشمت اللي من يستحق الحشيمة وقدرت الناس اللي جوك وقدرت من طلبك، فسبحان الله كيف هالقوة اللي أنت تملكها. اسمح لي طال عمرك يعني حتى ترى سمو الأمير عبد العزيز لما يكون بهالموقف هذا أقول بعزاء سمو الأمير بدر الله يغفر له، هذا فقيد الوطن العربي، فلما يكون طال عمرك بعزاء وزي هالمواقف ويكلم عليه سعادة الوكيل ويقول له طال عمرك الأخ نايف بده يقابلك علشان موضوع العفو، ممكن يعفو ممكن ما يعفو، فسمو الأمير ما تردد طوالي طال عمرك جاء طيارة خاصة ومن المطار جاء طال عمرك المكان اجتماع طال عمرك أقول الأخ نايف وعائلته والشيوخ شمر. كم جلسوا يتكلمون أخوي حمود الأمير الأمير وأبو وضاح كم جلسوا يتكلمون؟ والله يا أخي سبحان الله العظيم سمو الأمير عبد العزيز القبول يعني ما أخذها طال عمرك أقول يمكن أقول 10 دقائق طال عمرك، مجرد ما تكلم معهم الأمير عبد العزيز الأخ نايف ما رد طال عمرك ولا كلمة إلا مباشرة قام وقال أنا عافي لوجه الله سبحانه وتعالى ثم سمو وجهة سموك. فالحقيقة الأخ نايف من 8 سنوات الحقيقة العالم يعني كل إنجاب كل نحاول يقابله ورفض رافض تماما، حتى جانا يعني الأخ نايف الحقيقة بالبيت طلب من ساعة الوكيل الله يطول عمره على أنه طال عمرك أقول يعني نحاول نتكلم معه، قال لا تكلم إلا بعد ما قابل سمو الأمير، كان رافض الحقيقة لوقت قريب كان رافض تماما أنه يتنازل، فقال الحمد لله يعني بعد ما جاء قال بقابل سمو الأمير واللي كاتب الله يصير، تبي تنازل قال بعد ما قابل سمو الأمير أنا الحقيقة الآن ما عندي نية للتنازل لكن خلنا قابل سمو الأمير يجزا والله خير سمو الأمير وجاهه عند الجميع طال عمرك وما حل اعتزازنا وفخرنا عسل طول عمرك. والله الأمير يعني فعله الغانم وفعله الطيب يعني عزا أهله وجاء عند أبو وضاح لإنقاذ نفسه الله يجزاه خير. أنا شاكر لك ومقدر حمود الرضيمان على سعيك وشغلك اللي سويته طوال الفترة الماضية، وأيضا أبو وضاح العم نايف الشمري بيض الله وجهك وجمل الله حالك وجزاك الله خير ولا أراك الله مكروها وأنا أخوك محلي طال عمرك بكلمة واحدة.